او الاسماعيلي. الاسماعيلي ضيع اهداف كتير قوي، وانت عارف لما احنا بنضيع بنستقبل، لما ما بناكدش الفوز زي ماتش مباراه الاهلي وطنطا كده، الاهلي ما بياكدش فوزه 1-0 بيبقى طنطا موجوده لغايه اخر لحظه في المباراه، وبتتعادل 1-1 وبتبحث انت بعد كده عن البحث عن 3 نقاط. ففي حاله ارهاق في الدوري، وفي بتشوفوا ارهاق يا كابتن ولا بتشوفوا قوه الفرق مثلا وتقارب المستوى؟ ما انا لا بشوف نوعيه اللاعب المصري لا يستطيع ان هو كل 3 دي، احنا جديد علينا حكايه الضغط الجامد ده، وانت عندك موسمين متلاحقين اللي بيلعبوا فيهم انديه مصر كلها، والضغط بتاع كاس العالم والضغط بتاع افريقيا. فاعتقد احنا كنا من البلاد المحظوظه بهذا الكم من البطولات والوجود، عشان كده احنا مصنفين دلوقتي تصنيف كويس جدا في وسط الفيفا وفي وسط افريقيا وفي وسط الدنيا. فاللاعب المصري برضه لم يؤهل يا فاروق لهذا الشكل الحديثا، يعني احنا مش متربيين من 10 12 سنه على هذا الكلام بس. فاحنا بتبقى بالنسبه لنا حكايه احترافيه جدا دي. انا شغلتي لاعب كوره، يعني شغلتي هروح النادي الصبح بتمرن بروح عندي ماتش بخلص 3 ماتشات. الحياه العمليه بتاعتي كلها في الفتره اللي انا حاضيها في الكوره اللي بتسمح لي هي دي الشغلانه بتاعتي. احنا ما مش متاسسين فيها قوي، حتى المدربين اللي موجودين تلاقيها بيحصل